عليك يا اهلي وناسي وحبايبي ومتابعيني في كل مكان. انا النهارده جيت لكم بوصفه التراميسو تاني. انا المره اللي فاتت عملتها لكم اللي هي الدورين، المره دي انا هعملكم بطريقه برده جميله جدا وهتبقى لذيذه وحلوه، اللي هي الثلاث دور يا جماعه. ان شاء الله تابعونا، عشان في اخت صديقه قالت لي ممكن اعملها اكتر من دورين، فانا حبيت اوريها لها عمل ان شاء الله، وباذن الله تعجبكم بامر ربنا ان شاء الله. بس ما تزيدش عن اكتر من ثلاث ادوار، عشان بعد كده ما تبقاش ايه عامله زي خرطه التورته تبقى كبيره قوي، هيبقى نوع حلويات ما يكونش خرطه التورته. ماشي ان شاء الله. معانا هنا هنحتاج خمس بياض بيض لوحده والصفار لوحده، وهنحتاج المكون الاساسي في الموضوع كله اللي هي القهوه، وهنحتاج البسكوت ده 300 جرام اللي هو بسكوت صغير دي، وهنحتاج 3 معالق سكر وكاكاو مش مسكر، معلقتين كاكاو، بودرة الكاكاو يا جماعة من غير سكر، وعلبتين مسكربون اللي هي 500 جرام مسكربون، جبنة مسكربون اللي مش متوفرة عنده بيحط علبتين جبنة اللي هي كريمي على 3-4 معالق قشطة. ماشي، ده كل المكونات بتاعتنا، وان شاء الله هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي هنضرب البيض لوحده والصفار هنخليه لبعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه نص كميه السكر في البياض، هنسيب النص التاني للصفار ان شاء الله. انا كده خلصت بالمضرب، هنسيب البياض على جنب لوحده، هنجيب الصفار يا جماعه. ده الصفار 5 بيضات، هنعمل كده من فوق لتحت لتحت لفوق كده كده، مش كده يا جماعه، كده زي ما قلت لكم المره اللي فاتت برده، ونحط عليه كميه السكر اللي بقى. ماشي، نتوب كده يا جماعه من فوق لتحت عشان الخليط يتماسك كله مع بعضه كده. نزود عليه المسكربون، نص كيلو مسكربون او المتوفر عندك جبنه كريمي والقشطه. ماشي، نفس الطريقه برضو من فوق لتحت برضو كده، نسيحه كله مع بعضه كده يا جماعه. اهو يا جماعه نمزج كله مع بعضه، وخليت مزج كله مع بعضه اهو. نضيفه على بياض البيض اللي انا ضربته الاول كله مع بعضه كده. برضه كله من فوق لتحت كده، من فوق لتحت كله مع بعض كده. اهو يا حبايبي الخليط كله تجانس مع بعضه، ده جميل سايح خالص ازاي اهو، كله بالمعلقه. انا بعمل بالمضرب بس في البياض البيض، انما في الصفار بحتاج المعلقه بس. دلوقتي هنسيب الخليط على جنب، وهنجيب الكوفي بتاعنا او الكافيه او القهوه، ونجيب البسكوت، البسكوت اللي هو ده يا جماعه الصغير. ماشي، هتلاقوه متوفر عندكم طبعا في كل مكان، اللي هو في كارفور طبعا هتلاقوه ان شاء الله، كارفور في القاهره او في اسكندريه هتلاقوه موجود باذن الله. نجيب البسكوته نحطها بس في القهوه دقيقه واحده كده اهو كده، شوف الطريقه دي، ونرص واحده جنب واحده الدور الاول. اهي يا جماعه انا رصيت الصينيه اهي كلها. ماشي، ده اول دور، هنحط عليه ايه شويه من الخليط
حابب يحط كاكاو في النص ما بين الطبقه والطبقه مفيش مشكله، اللي مش حابب يحط مره واحده في الاخر عادي برده مفيش اي مشكله، كده او كده متاح كده ومتاح كده هيبقى جميل برده. هو نحط الطبقه الثانيه، ثانيه واحده برده يا جماعه، نخليه ثانيه واحده البسكوت في القهوه مش كتير عشان خاطر ما يبوش مننا لان بيبوش بسرعه. لحظه كده اهو يا جماعه الدور الثاني اهو، انا عملت كده الدور الثاني، نحط برده كميه كريمه اهو. ونعمل بقى الدور الاخير اللي هو ايه الطبقه الثالثه، الدور التالت خلاص خلص اهو، خلاص ما مش عايزه القهوه خلصت البسكوت خلص، يبقى بقيت الكريمه نحط الكل كده، نغطي الوش كله الصينيه كده، نغطي الوش كله الكاكاو بقى النهائي اللي على الوش. نمسح الصينية كده عشان ايه، نحطها بقى في الفريزر لمدة ساعتين، او لو هتعملها بقى في التلاجة ممكن برضه تحطها ازيد من ساعتين وبعد كده تقطعيها هتبقى جميلة ان شاء الله. هحطها في التلاجة ساعتين او ثلاثة وبعد كده ارجع لكم ان شاء الله. ويستحسن تعملوها من بالليل، لو عملتها من بالليل وقطعتها تاني يوم بتبقى اجمل كمان ان شاء الله. يلا اشوفكم بعدين بعد ساعتين ونص ثلاثة ماشي. اهو بعد ما طلع من التلاجة معانا وحطيته كمان ساعة في الفريزر يا جماعة، عشان انا كنت مستعجلة فقلت لازم احطه كمان، حطيته ساعة في التلاجة وساعة في الفريزر ماشي. يلا انا هقطعه واوريكم الخرطه ان شاء الله بتاعت الثلاث ادوار التراميسو. اهي يا حبايبي الخرطه الثلاث ادوار اهي، واحد اثنين ثلاثه، الثانيه انا كنت عاملاها دورين بس، شايفين جمالها؟ يا ريت ما تعلاش اكتر من ثلاث ادوار، لان لو علقتوها اكتر من ثلاث ادوار هتبقى كبيره قوي ومش هتكون ايه كويسه. هي شطرطه يا جماعه إيه الخرطه الحلويات اهي التراميسو كويس قوي ثلاث ادوار، وحطيت بس شوكولاته جنبها كده اهي. الصينيه اهي يا جماعه، شوفوا الثلاث ادوار شكلها جميل ازاي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للقناة، وما تنسوناش دعوة حلوة لإخواتكم في الله. شكرا كتير لكل المتابعين، مع ألف سلامة.